أرحب مباشرة من باريس باستشارية التخدير والعناية الحثيثة الدكتورة منار مراد. أهلا ومرحبا بك معنا دكتورة منار، وسأبدأ معك بهذه التحذيرات الآن في الدول الأوروبية بشكل عام وتحديدا أيضا في الولايات المتحدة. إلى أي مدى يمكن القول بأن هناك نقطة عودة إلى المربع الأول مع اتخاذ هذه الإجراءات ومع انتشار سلالة أوميكرون؟ شكرا للاستضافة. طبعا العودة للمربع الأول لن تكون إلا في حال زادت نسب الدخول إلى العناية المشددة، وبشكل أنها ستؤدي إلى شل القطاع الطبي، بمعنى أن تتحول كل المستشفيات إلى مستشفيات تعالج فقط يعني الحالات الخطرة من الكورونا. ولكن حتى هذه اللحظة، بالرغم من التصريحات أننا حسب فرنسا أن نسبة الإصابة بالأوميكرون الآن هي أو يشكل الأوميكرون من الإصابات 20%، ومن المتوقع أن يكون حتى نهاية العام أنه يشكل ثلث الإصابات، وهذا شيء طبيعي لأنه كل يومين ونصف يتضاعف عدد أعداد الإصابات. وأيضا من المفترض أن يكون هنالك 100,000 إصابة كل يوم، ولكن هذه كما تعلم أن أعداد الإصابات تكشف من خلال فحص البي سي آر. ولكن بالرغم من أننا نشاهد تصاعد في هذه الأرقام وأعداد الإصابات، ولكن لا نشاهد ما يقابلها كنسب قبول في العناية المشددة أو في المستشفيات أو في أقسام أخرى. والسبب أن الآن طبعا هنالك سيناريوهين من المفترض أن يكونوا، كوننا الآن في موجة قبل وصول الأوميكرون، في موجة هي الموجة الخامسة للمتحور دلتا، فكان هنالك أو هي موجة الأشخاص 6 ملايين شخص، وأتكلم عن فرنسا، الذين يرفضون أخذ اللقاحات بالرغم من كل شيء، أو ممن قاموا بتزوير شهادة لقاحات وهم يعادلون 100,000 شخص في فرنسا للأسف. هؤلاء هم من أصيبوا بالدلتا، وهؤلاء هم من يسببون موجة الآن في المستشفيات. فالسيناريو الأول هو أنه نتيجة وصول الأوميكرون فإنه سيؤدي ذلك إلى تطاول موجة دلتا، بمعنى أننا كما تعلم في أي موجة تصل إلى الذروة ومن ثم تبدأ بالانخفاض، ولكن كونه أننا الآن موجة ضمن موجة، فمن المتوقع أن تطول مدة هذه الموجة إلى ما بعد رأس السنة، احتفالات آخر العام. أو المحور الثاني أو السيناريو الثاني أننا ستكون هذه الارتفاعات، ترتفع الإصابات لنصل إلى ذروة ومن ثم تنخفض سقوط حر. والسبب في ذلك إذا كانت سرعة أخذ الجرعة الثالثة من اللقاحات وازت سرعة انتشار الأوميكرون. طيب الآن في ظل الحديث عن هذه الأرقام التي ذكرتها دكتورة منار، ونتحدث عن المتحور دلتا وأوميكرون، هل يعني انتقال الفيروس إلى سلالة جديدة أوميكرون وتتسم بسرعة الانتشار بشكل كبير أكبر من دلتا ولكن خطرها أقل بحسب المعلومات والبيانات، بأن سلالة دلتا تنتهي الآن مع ظهور السلالة الجديدة، أيهما أخطر وما هي الخطورة في مسألة انتشار أكبر لأوميكرون بين المواطنين؟ نعم، حسب طبعا ان المتحور اوميكرون نتيجه سرعته في الانتشار والتي هي اكبر بكثير من المتحور دلتا، طبعا هو من المتوقع ان يكون النسخه المسيطره بنتيجه سرعته اعتبارا من بدايه العام، وبالتالي انها ستختفي الدلتا وتظهر بدلا منها الاوميكرون. هلا حتى هذه اللحظه مما يبدو لدينا أن أولا الأوميكرون هو أكثر سرعة على الانتشار وأكثر سرعة للانتقال من شخص إلى آخر، وخاصة عند الشباب أو عند الأطفال. وبالتالي طبعا في حال الشخص كان غير ملقح فإن يؤدي سرعة الانتشار إلى زيادة أعداد المصابين الذين سيتطورون إلى العناية المشددة والشكل الخطير، وهذا هي النقطة الجوهرية. أما في حال مثلا كما تلاحظ الأرقام التي جاءت من جنوب أفريقيا،
ونركز ان منطقه جنوب افريقيا هذا الثاني متحور يخرج من 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 من, من تلك المنطقه، وان هذه المنطقه شعبها اصبح حاصل على المناعة الطبيعية، بمعنى أنه أصيب بالمتحور بيتا الذي خرج من عندهم وجاء بعدها الدلتا والآن يخرج الأوميكرون من لديهم، أي أنه شعب أصيب عدة مرات وطور مناعة طبيعية، فلذلك لم نشاهد عندهم هذه الكوارث في دخول المستشفيات والأعداد الكبيرة. أضف إلى ذلك أن حتى الأوميكرون عندما وصل إلى أوروبا وإلى أمريكا أيضا، لأنه الآن بدأنا نلاحظ وجوده في أوروبا وأمريكا، ولكن هذا لا يعني أنه الآن وصل، وإنما هو منذ شهرين طبعا ينتقل من مكان إلى آخر، ونتيجة أن هذه المناطق شعوبها أصبحت مطعمة بحوالي أكثر من 60-70%، أيضا لم نجد نسبة دخول في العناية المشددة منها، ومن هنا سبب إضافي لنستنتج أن الحالات لم نشاهد حالات خطرة نتيجة الأوميكرون، نتيجة عاملين المناعة الطبيعية نتيجة الإصابة، زائد أيضا في مناطق أخرى من العالم كانت المناعة التي تم الحصول عليها باللقاح، وبالتالي لا نستطيع أن نحكم أنه هل هو أخف خطرا من الدلتا أو لا، إلا إذا كان أصاب الآن أشخاص غير مطعمين نهائيا وأشخاص غير مصابين، وسنرى إن كان سيتطور إلى شكل خطير أو لا، ولكن حتى الآن لا يوجد أي إثباتات أنه أقل خطورة. نعم، أشكرك على كل هذه التفاصيل من باريس، استشارية التخدير والعناية الحديثة الدكتورة منار مراد، شكرا لك.